الصحة أغلى ما يملكه الإنسان، فهي تاج على رؤوس الأصحاء، لا تقدر بثمن ولا يقدر قيمتها إلا من عانى المرض. لذا علينا أن نحافظ على أجسامنا وأجهزتنا لنستطيع القيام بكافة الوظائف الحيوية التي تؤمن احتياجاتنا اليومية بأكمل وجه. تؤمن العضلات حركات الجسم بمساعدة الهيكل العظمي واستجابة للمنبهات المختلفة وبإشراف وتنسيق كل من الجهاز العصبي والغدد الصم للحفاظ على سلامة هذه الأجهزة. ينبغي اتباع مجموعة من قواعد الصحة الآتية: كتناول الأغذية المتنوعة التي تحوي مختلف العناصر الضرورية لجسم الإنسان، ممارسة الرياضة المعتدلة بصورة منتظمة كالجري في الهواء الطلق، اتباع قواعد النظافة الشخصية وعدم استعمال أدوات الآخرين لتجنب انتقال العوامل الممرضة، عدم التردد في مراجعة الطبيب عند ظهور أي أعراض مرضية، ممارسة الألعاب الفكرية والتدريبات العقلية التي تعمل على تقوية الذاكرة، النوم الكافي لزيادة القدرة على التركيز والفهم والإدراك. وهناك بعض القواعد الخاصة بكل جهاز وعضو على حدة تضمن سلامته من أي أذية، نذكر منها: المحافظة على الأوضاع السليمة في أثناء الجلوس وتجنب حمل الأشياء الثقيلة لتجنب حدوث تجوهات في العمود الفقري. قد تصاب العضلات بالتعب العضلي بسبب تراكم حمض اللبن وثاني أكسيد الكربون داخل العضلة نتيجة القيام بعمل شاق. لذلك ينصح الرياضيون بالاستحمام بالماء الدافئ بعد ممارسة الرياضة بهدف تنشيط الدورة الدموية وللتخلص من الفضلات الناتجة عن عمل العضلات. وضع واقيات للعين عند القيام بأعمال قد تؤذينا كأعمال الحدادة، عدم تعريض الأذن للأصوات المرتفعة كالموسيقى الصاخبة، وعدم وضع سماعات تجنبا لأذية غشاء الطبل، وتجنب إدخال مواد غريبة داخل الأذن من أجل تنظيفها والاكتفاء بأعواد التنظيف الخاصة بالأذن، تجنب الانتقال من مكان شديد الحرارة إلى آخر شديد البرودة فجأة للحفاظ على صحة الأنف، عدم الإكثار من تناول التوابل والبهارات للحفاظ على سلامة حاسة التذوق والحليمات الذوقية في اللسان. قد تصاب أجهزة جسمنا ببعض الأمراض الشائعة ومنها ما يصيب الجهاز العظمي كمرض هشاشة العظام الناتج عن الإفراط في تناول المشروبات الغازية ونقص أملاح الكالسيوم في الغذاء. تحوي العظام على نوعين من الخلايا: خلايا هدمية وخلايا بنائية. تنشط الخلايا الهدمية مع التقدم في العمر مما يؤدي إلى زيادة توسع القناة المركزية للعظم فينتج عنه عظام هشة وأكثر عرضة للكسر. وفي حالات أخرى تصبح عظام الساقين لدى الأطفال طرية ومقوسة لا تقوى على حمل الجسم نتيجة نقص فيتامين د في غذائهم، وهذا ينتج عنه مرض الكساح. وهناك أمراض تصيب المراكز العصبية كالتهاب أغشية السحايا سببها جرثومي أو فيروسي ينتقل عن طريق الأنف أو الأذنين أو العينين، ويظهر على المريض أعراض مختلفة منها حمى، ألم في الظهر والعضلات، وحدوث بعض التشنجات، ويتم تشخيص المرض بفحص السائل الدماغي الشوكي. في الربيع قد تصاب العين بما يسمى الرمد الربيعي نتيجة حساسية ملتحمة العين لبعض المؤثرات غير المعروفة على وجه التحديد، ولكنها ترتبط بحرارة الجو وانتشار غبار الطلع. إن تناول المنبهات كالقهوة والشاي تزيد من اليقظة والنشاط العصبي، ولكن الإفراط بتناولها يسبب الأرق والانفعال. كما تستخدم المسكنات لتخفيف الألم إلا أنها تضعف من نشاط الجهاز العصبي. أما المشروبات الكحولية فتسبب اضطرابات في التوازن والحركة وتشويش الوعي، وينتج عن إدمانها تشمع الكبد، بينما يسبب الإدمان على المخدرات مخاطر كثيرة على صحة الجسم، نذكر منها العدوانية والاكتئاب، وقد تصل في بعض الأحيان إلى حد الرغبة بالانتحار. وأخيرا ينتج غاز أحادي أكسيد الكربون من حرق النيكوتين أثناء التدخين، والذي يمنع بدوره كريات الدم الحمراء
من أداء وظيفتها في نقل الأكسجين إلى خلايا الجسم. تبين للخبراء أن استخدام الحاسوب لأوقات طويلة يسبب إصابة العنق والكتف والظهر بتشوهات نتيجة الجلوس غير الصحي لمدة طويلة، كما يسبب إجهاداً للعين وزيادة للوزن واعتلال الدورة الدموية والأرق. بالمقابل فأن استخدام الأجهزة المحمولة لمدة طويلة يزيد من خطر الإصابة بأورام المخ الخبيثة. فالإنسان يتأثر ببيئته بما تحتويه من عوامل سواء مفيدة منها أو ضارة، وبالتالي علينا المحافظة على صحتنا من خلال التقيد بالقواعد الصحية التي نحقق من خلالها مقولة العقل السليم في الجسم السليم.